في اشياء انا بعملها على السوشيال ميديا، ودائما بحب انا بكل فيديو وكل فيديوهين طلع ناس معي، مثلا بوصلونا الاكل، اللي بيسووا تنظيف للبلد للشارع، اللي بيحرس البناي، بحب دائما اشوفهم عم بيضحكوا. فهذا الشيء بحسه بأس، يعني بحب اشوف، بحب اعمل شيء يبسطهم. فدائما بحاول انه طلعهم معي، اعمل لهم تشالنج او شيء وهديهم شيء. يعني ما بعرف اذا بتشوف في فيديوهات، انا بروح على سيفورا مثلا، بفوت بقول لهم بلاقي ناس بقول لهم اشتروا معكم دي عشان بدكم. اوكي، ما بعرف ليش بعمل هيك بس بحب اعملها. بتحب تشوف انه انت سبب ابتسامة شخص؟ يس كثير، هيك منبسط لما اشوف حدا مبسوط. ما استغربت من جوابك، لانه هيدا اللي بتعمله انت بالفيديوز تبعك. ما بعرف اذا انت شي مره بتفكر فيها، بس ما هيدا اكزاكتلي اللي انت عم تعمله، بس مش مع شخص وشخصين، مع الملايين اللي بتابعوك. يس، بحب هذا الشيء، بحس هيك انه بيعطيني انه حب. يعني مش انه انا عم بسويها مشان انه ورجي الناس انه انا عم بسوي هيك وانا عم بعمل هيك، لا، بس انا جد بحب كطبيعتي، بحب شوف تعابير وجه الناس وهي مبسوطه. لك هذا الشيء واضح على فكره، عن جد قلت لك اياها، واضح من فيديوهاتك، من الخط اللي انت اخترته اصلا على يوتيوب، هيدا اللي بدك اياه. يس الحمد لله، دائما ان شاء الله دائما انت عم تضحك وعم تضحك الكل. عن جد بحبوك، وعن جد هذا الإحساس منك عم يوصله. الحمد لله. حبكي جايز، ما تنسوا سبسكرايب، تحطوا لايك وشير، ويلا خلينا نشوفكم في فيديو جديد. سلام. ده خش. انا